السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم خير. معاكم لا يوقف. اليوم جبت لكم انبوكسنج اللي هو من كول ماستر، الصندوق الخنفشاري الاحترافي. اليوم بنجيب قطعة، وبكرة او بعد بكرة بنجيب قطع ثانية الى ما توصلني الى السيت اب. نشوف خلف الكرتون بعض المعلومات الموجودة في هالصندوق. يقبل جميع المبردات المائية المغلقة والمفتوحة، وبرضو اللي يبغى يعرف معلومات اكثر بحط رابط قناة اخوي بندر تحت في الديسكريبشن. ويلا نبدأ نفتح الصندوق، نفتح بسكين بشكل عنف اكثر، ما نبغي عد عنف عنف، يعني شيء بسيط. اوكي، نفتح الصندوق، تم فتح الصندوق بنجاح. اوكي، نحط السكين على جنب، نمسك هذا، نطلع الصندوق. لا هو ثقيل 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 بالحيل. طيب يبغى له عنف اكثر. اوكي، اظهر يا صندوق، اظهر، يلا اظهر. اوكي، تم استئصال الصندوق من الكرتون بنجاح. اوكي، الحين نحط الكرتون على جنب ونوخر الفلين هذا. اوكي، طايح فيه كتيب الظاهر، بروح اخذه بشوفه. ايوه هالكتيب فيه بعض المعلومات والشغلات الكويسة، ولا ادري وش السالفة فيه، بس لكن وضعيته زي كذا، نذبه وبرضه مع الفلين. برضه نفك الكيس بشكل سلاسة عشان ما يخرب الصندوق او ما يتضرر الصندوق، مو من الكيسة يعني زي كذا. المهم نذب الكيسة على جنب. الحين ننتقل للواجهة الأمامية ونوريكم هذا زر التشغيل والـ USB، وبرضه في أشياء موجودة هنا، بس لكن ننتقل للواجهة اللي بعدها لواجهة أساسية. الحين نوريكم من جوا الصندوق، نفتح أول مسمار اللي ينفتح، ونتكلم برضه ميزة هالصندوق يقبل جميع كروت الشاشة الحالية. طيب خلينا نفتح المسمار الثاني. يا الليل ما فتح. اوكي تمام، الحين فتحنا شو اسمه الغطاء حق الصندوق بنجاح. موجود هنا مروحتين ثلاثة على جنب، هذا اللي واضح عندي. في الأخير أتمنى أن نال إعجابكم هالمقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم لا يوقف، سي يو ليتر.